وفي الأسايز لازم المترشح يركز على زوج حوايج مهمين بزاف، هما الهدف نتاعو المعرفي من السفر إلى الولايات المتحدة، واش راح تتعلم. الهدف نتاعك يعني راح تحكي لهم على واش رايح تتعلم، ماشي تحكي لهم على واش البلايص اللي حاب تزورها ولا الماكلات اللي حاب تاكلهم ولا الفندق اللي راح تقيم فيه. تحاول تتفادى هذه الأمور المادية، تحكي على الأمور المعرفية فقط. صح. والعنصر الثاني هو بعد عودتك من هذه الرحلة العلمية، وش راح تدير أنت في المجتمع نتاعك؟ يعني لازمك تكون منخرط في الكوميونيتي سيرفيس، تخدم المجتمع نتاعك، والمجتمع نتاعك راح يكون إما هم التلاميذ نتاعك، إما زملاء الأساتذة، ولا أساتذة خلاف من الجزائر تنفعهم بأي طريقة تكون، هما راح يسهلوا لك الطرق على كل. كي تحب تدير شيء مثل هذا، راح يكون دعم من سفارة الولايات المتحدة، راح يكون دعم متواصل. والابليكيشن الثاني فيها اسايز خلاف بزاف، يعني على كل اسمها باش يكون الاستاذ مستعد. بزاف اسايز تكتبهم، كل اساي على موضوع معين، من بينها مثلا كيفاش انت يقولوا لك مثلا راك راح تكون تعايش مع ناس من ثقافات مختلفة، من ديانات مختلفة، ربما بلا دين، توجهات مختلفة. احكي لنا على تجربة مثلا عشتها قبل ما تروح للولايات المتحدة، هذيك التجربة تحكي لهم على تجربة انك كنت صديق انسان من دولة مختلفة، ولا فور اكزامبل إنسان مسيحي، ولا من ثقافة مختلفة. يعني أي حكاية راح تكون دليل عليك أنت أنك إنسان راح تتأقلم مع التنوع الثقافي في الولايات المتحدة. يعني هذه برك للتعايش، كي تروح تما راح تلقى أوف كورس ثقافة مختلفة عن الجزائر، راح تلقى الدين الإسلامي، بصح ماشي غير هو، كاين ديانات أخرى، كاين ناس عديمي الديانة، كاين توجهات أخرى ثقافية. هذو المقالات تركز عليهم، هما لازم تكتبهم بطريقة إبداعية، ولازم إذا كان ما تعرفش تكتب تقدر تستعين بشخص آخر، كما أنا مثلا كنت ندير عبر الانترنت نعرض على الناس اللي يحب يدير proof reading ولا review of his application essays يبعثوا لي، وانا نحاول ديما. اولا ديما هما الناس يبداو انا حاب نسافر الولايات المتحده لانه حلم طفولتي، وكنت حاب من بكري نسافر الولايات المتحده. هذه قلنا ما تشفعلكش مع الابليكيشن، لانه it's a competition، ماشي الناس رايحين يديو بزاف. انا في سنه 2021 كنت في هذا المنحه، كنت الجزائري الوحيد وحيده الوحيد، نعم، في سنة 2021. السنوات الأخرى ممكن يكونوا زوج، ممكن يكونوا ثلاثة، ممكن يكونوا أربعة. دوك نجو لقضية كيفاه حتى تحصلت عليها والاختيار. بصح لو كان ترجع لي دقيقة للإيسي فيما يخص هضرت على نقطة الإبداع في الإيسي، وش معنى الإبداع هنا؟ قاصدين به ربما انه يكون حاجه شخصيه اولا، وحاجه ماهوش دايرها واحد اخر، بمعنى شخصية باللي حاجه تبين شخصيتك وتبين اسلوبك وتبين جانب من حياتك ودوافعك. وشفت انا في قضيه الابليكيشن هذه في قضيه ايسي رايتين، لانه كثير من الابليكيشنز اليوم البريطانية ولا خاصة الأمريكية يتكلوا على write an essay، يعطوك questions ولازم تكتب. هنا بزاف الناس يلتجؤوا إلى plagiarism، معناها إلى النقل، يروح للإنترنت يشوف كاش واحد كتب حاجة في الإيسي هذا، إيسي على الكويشن هذيك، ويروح يدير لها كوبي كولي ينقلها كيما راهي.
هل تشوف انت باللي هذه حاجة يعني قادر قادر كما يقولوا بسهولة انهم ما يدوكش بعين الاعتبار؟ نعم، هذه هي اصلا في الابليكيشن يهدر لك باللي راك تتعامل مع وزارة الخارجية الامريكية، وهما الاسايز نتاعهم كامل ريكوردد، والايفالويشن ذا فيرست ايفالويشن الكترونيك ايفالويشن راح تكون مرتبطه مع جوجل ومع كل شيء، يعني اي حاجه منشوره ولا حاجه وصلت جايبينك يعني اي كوبي بيست نتاع خدمه نتاع واحد خلاف راح تدير لك ديسكواليفيكيشن، يعني ما راحش تكون مؤهل باش تفوت، لانه راح يكتشفوك حتى لو كان الكتابه باليد يكتشفوك. انا في واحده من الوثائق المطلوبه في الابلكيشن انه يكتب لك مدير المؤسسه نتاعك يكتب لك رساله توصيه، اي يعني توصيه المدير يكتب عليك باللي هذا الانسان راهو ريكومنديشن ليتر. سو انا كتبت الرساله بيدي، انا كتبتها بيدي بموافقه المدير بالطبع، لانه ما يتقنش اللغه الانجليزيه كتبتها انا بيدي. اتصلوا بي من سفاره الولايات المتحده الامريكيه وقالوا لي فؤاد هذه الكتابه راهي نتاعك، لاننا عندنا الكتيبه نتاعك من قبل ولقيناها نفسها، يعني انت اللي كتبت هذه الريكومنديشن ليتر. قالوا لي باش تستمر في البرنامج روح للمدير يكتب لك رساله مهما تكون باش تها باللغه العربيه ودير لها الترجمه مرفوقه بالترجمه، ولا يكتب باللغه الانجليزيه اللي يعرف هو، المهم بخط يده مهم تاعو. يس، يعني يكتشفوك. وهذه منافسه، انت كي تدير كوبي بيست معناتها الفكره ماشي تاعك، هما يروحوا للناس اللي داروا تعبوا وجابوا افكار والافكار تاعهم اصليه ويخيروهم هما باش يديروا. وهذا هو